يعني مشاريع متعددة ومنتجين، يعني كنا عم نقول يمكن بمنتجين واحد كنا عم نقول المنتج بطل حقيقي، ومستمرين حاليا ونقول فعلا المنتجين أبطال بعملهم. ومعنا اليوم أيضا رح نتعرف على أقسام جديدة، معنا هادي آغا وهو ملبوسات رجالية وصاحب ورشة صغيرة، والأستاذ صالح تفتنازي أيضا إنتاج الجرابات. أهلا وسهلا فيكم، يسعد أهلا وسهلا صباحكم. وسهلا فيكم. يعني بداية بنصبح عليكم أول شيء، صباح صباحكم النور، حلبي بما أنه موجودين بحلب. شرفتونا بحلب، شرفتونا بحلب، والله الشرف إلنا، لأنه نحن دائما بنحب أنه نشارك أهل حلب، هذا الشعب دائما بحب الحياة، كل ذكرى وكل هيك احتفالية بتصير. رح نبدأ عن المشاركة بمنتجين اثنين، احكوا لنا كيف شاركتوا بالمعرض، كيف قدمتوا، هل أنتم أصحاب ورش، أصحاب يمكن معامل صغيرة حبيتوا تسوقوا عبر نوافذ بيع مباشر، أو هيك تعامل أو تواصل مباشر مع المستهلكين؟ تفضل أستاذ هادي وبعدين نبدأ مع أستاذ صالح. صباح الخير، أهلا صباح وسهلا. الخير لسوريا الحبيبة ولحلب الصمود. نحن بلشنا مشروعنا تقريبا بالشهر الثاني بورش صغيرة، ببدايات يعني مثل ما بيقولوا أولية، وشوي شوي عم نكبر طبعا بالسوق، بمحبة الناس للقطعة، بإنتاجاتنا الحلوة، لأنه المنتج اللي عم بيطلع من عنا الحقيقة هو فخر لهالصناعات هي، لأنه نحن ما متوقعينها هيك، وإن شاء الله الاستمرارية لقدام رح تكون أقوى وأكبر يعني، والتوفيق طبعا لكل المنتجين، ونحن كثير مبسوطين بهالمشاركة الحلوة ومشاركة جميع المعارض إن شاء الله لقدام. إن شاء الله. أستاذ صالح. الحمد لله، كمان من سنة تقريبا بلشنا بفكرة إنتاج الجوارب، وبمكرمة الرئيس الحمد لله رب العالمين أعطتنا المجال لأنه نخطي هالخطوة هي اللي هي جديدة على حلب، يعني صناعة الجوارب بشكل عام هي مركز الأساسي في دمشق. صحيح. غامرنا، يعني تعتبر مغامرة أنك تباشر بإنتاج ما موجود بحلب، وكانت خطوة شوي فيها خوف أنه ممكن نفشل يعني. والحمد لله استطعنا بفترة، يعني فينا نقول من 6 شهور بلشنا بإنتاج الجوارب هاي، والحمد لله بتناسب يعني أذواق كتير لشخصيات ولناس، أنه قطعة حلوة ومميزة وإنتاج الحمد لله. حلبي 100%100% إنتاج حلبي الحمد لله رب العالمين. لا شك استعنا بكتير أصدقاء من دمشق، وكانوا يعني معنا جنب إلى جنب بأنه يرفع من مستوى القطعة، والحمد لله رب العالمين وصلنا لإنتاج جيد جدا. أكيد. نتمنى إن شاء الله بكل معرض مثل ما هالمعرض نجح، يعني أنا ما تخيلت هالنجاح هذا في هالمعرض، منتجين اثنين كان أكثر بكتير من المتوقعينه عنا، فإن شاء الله بالمشاركات الثانية بيكون آفاقنا أكثر، وفي خطوات لأنه نطور حتى مو بس ندخل على مستوى الجوارب لأشياء تانية تكون منتجة سورية هي بالأصل ما موجودة يعني. نعم إن شاء الله. كمان يعني كمان بدي أسألكم سؤال مشترك، يعني اليوم نحن عم نقول منتجين اثنين، يعني صلة توصل مو بس مع المستهلك المباشر، أيضا مع الراغبين، يمكن بأنه يكون في شغل مشترك معكم، يمكن في مسوقين، في شركات إجت من محافظات لحتى تشوف شغلكم. هل كان في فرصة لشراكات لقيتوا مثلا في ناس هلا مثلا تياب رجالي، في كتير عالم تعرف الثياب لحلب دائما بتحب تيجي تتسوق من حلب، فهل في لقيتوا صلة وصل، كان في علاقات تشاركية رح تكون بالمستقبل بينكم وبين حدا من المحافظات السورية؟ الحمد لله، يعني كان الإقبال كتير كبير، إن كان منتجين جملة، تجار جملة من الشام، من الحريقة، كان من السويدة، من حمص، يعني كان في إقبال حلو. بجوز يعني كان نحن بنقلبة موسم، يعني نحن خلصنا هلا موسم شتوي وعم نبدا موسم صيفي، هلا تحضيراتنا بدها تكون اكبر اضخم، فكان ناجح كثير المعرض والاقبال كان كثير كبير، والحمد لله صار في يعني شغل لقدام، وبظن المعارض لقدام اكبر لانه اكيد عم نكبر في الناس اللي عم تشوف هالقطعه. نعم. يعني بنشكر غرفة التجارة وغرفة الصناعة، بالفعل كان في كثير ناس كنا ما نتوقع نشوفهم يعني، واجوا لعنا وشافوا القطعة، ويعني بنوا افكار للمستقبل ان شاء الله انه نتعاون معهم، يعني في اكثر من مصدر يعني حب يتعامل معنا، نتمنى ان شاء الله نكون قد المسؤولية كمان، لانه الانتاج هذا بيحتاج لشوية صبر، يعني انتاج القطعة تطلع بالشكل المطلوب بدها شوي هدوء وصبر، وان شاء الله نحن في شخصيات كثير شفناهم عم يتمنوا التعامل معنا.
والآفاق إن شاء الله موجودة بإذن الله. إن شاء الله. كنت أسألكم يعني كمان تعقيبا على سؤال سلمى، أنه شعار منتجين اثنين هو تسوق بأسعار المنتجين، ونحن لاحظنا أنه أسعار يعني مو بس جملة، هي سعر التكلفة اللي أنتوا طبعا عم تكلفكم، وهذا الشيء كتير مهم، وخاصة بالظروف يمكن اللي عم يمروا فيها، يمكن العالم شوي يعني كتير شفنا إقبال، كتير شفنا من كافة الشرائح، مو بس الراغبين بالتعامل معكم، مو بس يمكن الشركات، المواطنين يعني اللي اجوا كمان انبسطوا بانه تسوقوا بهالاسعار الموجوده عندكم. بدي منكم هيك كلمه عن تقييم مشاركتكم بمنتجين اثنين وهدفكم، شو كان عندكم هدف من هي المشاركه؟ من اول ما بلغونا شباب بموضوع بمعرض منتجين اثنين، اول فكره طرحتها للشباب اللي بيشتغلوا معي ان القطعه تنباع باقل سعر، يعني يتفاجئ الزبون بسعرها. هذا اللي حرصت عليه من البدايات، انه يدخل الزبون يشوف انه معقول هي سعرها هيك، وهذا اللي حرصنا عليه، والحمد لله جد بدون ارباح، يعني اشتغلنا بدون ارباح، المهم انه تصل القطعه للمستهلك باقل سعر بالتكلفه. نعم. وتفاجئنا انه الناس كانت كثير راضيه جدا عن السعر الحمد لله. اتمنى ان شاء الله كل خطوه تكون بهذه الطريقه، هي تكون مدروسه انه باقل سعر، حتى على مستوى السوق نحن بنحرص انه ننزل بادنى مستوى من السعر مع الارباح البسيطه حتى يكون اي شخص ممكن فيه يشتريها. صحيح. نعم. نحن من بداياتنا حاولنا دائما انه نفوت على السوق بسعر التكلفه لحتى نكون بقيانين بهذا السوق، ما نطلع منه. يعني اليوم فايتين بمشروع صغير ننكبره، فما ممكن نوصل الافق فوري. نعم. يعني ممكن نطلع درجه درجه، فاكيد رح نكون في يعني الارقام كثير مدروسه، يعني حتى يمكن اقل من التكلفه شوي ممكن احيانا يكون. حتى نحن هون يعني كان في اقبال كثير كبير على موضوع الاسعار، يعني تفاجات العالم انه تقريبا اقل من نص القيمه بالنسبه للسوق. كانت الاسعار كثير مدروسه والناس كانت مبسوطه بالنسبه للاسعار. يعني موفقين، واكيد بنتمنى لكم التوفيق حتى بالقادم. نشكر وجودكم معنا. شكرا لكم. ان شاء الله. شكرا لوجودكم معنا، واكيد بنتمنى انه يصير عن جد عندكم مشاريع، يعني حتى الورشات تصير معامل، حتى الاشياء الصغيره تصير شيء مهم لبعدين تدر ربح، لانه هذا مو بس بينعكس على الفرد، على كل المجتمع. ان شاء الله. شكرا لوجودكم معنا. شكرا لكم.